أهلا أحبائنا مشاهدينا، حديثنا كيف تقاوم التجارب. خليني في البداية أخذ مكالمة الأخت نهال من إنجلترا. أهلا وسهلا أخت نهال، تمعنا على الهواء. سلام ونعمة، سلام ونعمة يا حضرتك. سلام المسيح معك، أهلا وسهلا. برحب بحضرتك وبكل مشاهدين قناة الحياة الغاليين على قلب الرب. الحقيقة موضوع النهاردة من أرض الواقع يا حضرة القسيس، وكلنا بنبقى متشوقين إن الرب يتعامل معانا في الأمور اللي بنمر بيها في حياتنا، وحضرتك لمست نقط كتيرة قوي وغطيتها في منتهى الروعة، بس أنا هتكلم كلمة بسيطة الرب حطها على قلبي على التجارب عموما، لأني بسمع ناس بوداني بيقولوا يا جماعة كفاياكم وعظ، حسوا بينا احنا بنمر بأوقات صعبة جدا وتجارب ما أقساها، انتوا ايه بالظبط؟ ولا علشان انتوا عايشين عال العال يبقى اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار، وكأني احنا مش بنمر بتجارب من النوع التاني. حضرتك لمست التجارب اللي بتغرينا، لكن أنا النهاردة عايزة أوجه كلمة لهذه النوعية من الناس، إنه صدقوني وأقول الصدق في المسيح، مفيش حد ما بيمرش بأوقات صعبة، مفيش بيت من غير مشاكل، مفيش علاقات إلا وبتمر باضطرابات، لأن يسوع نفسه وهو الصادق الأمين ما وعدناش بحياة وردية، لكنه قال بفمه الطاهر إن العالم وضع في الشرير، وفي هذا العالم هيكون لكم، حتى أنتم يا أولادي هيكون ليكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فالفرق بيننا وبين أهل العالم، أهل العالم بيخوروا وبيضعفوا ويمكن بيتزمروا، لكن إحنا بنحس بالأمان والسلام بيملأ قلوبنا وإحنا في قلب التجربة. هل ده عشان إحنا شطار؟ لأ. طب هل علشان إحنا حتى أبطال في الإيمان؟ برضو لأ. إحنا بنحس بالطمأنينة لأن عمانوئيل معنا، أبويا السماوي هو الصخر الكامل صنيع، هو الملجأ، هو المتكل، هو اللي ماسك بزمام كل الأمور، هو اللي بيؤمر فيكون، يقول فيصير. هو أنا اختبرت إنه ليه السلطان إنه يقول للأمواج العالية وللبحر أسكت ابكم فيطيعوا. ده هو أبويا، هو صديقي الأرزق من الأخ، ده اللي عينه عليا من أول السنة الأخيرة. عشان كده عايزة أختم كلامي وأقول لحد أي حد مضطرب بيمر بتجارب صعبة، يعني ما تخافش، اطمن، هو لا ينعس ولا ينام، هو حافظ دخولك وخروجك، ولو كنت مظلوم هو سيظهر حقك مثل الظهيرة. بس تعالى النهاردة واعلن إيمانك فيه، قل له أنت صالح وما بتعرفش تعمل غير الصلاح، وحتى لو مشكلتك وصلت للموت صدقني، صدقني ليه في الموت مخارج مش مخرج واحد، يا بختنا بهذا الإله. بس قل له يا رب أنا مجرب في الشيء الفلاني، أنا تعبان من الشيء الفلاني، أنا مقيد بالقيد الفلاني. حط تجربتك اللي إبليس مجربك بيها قدام الرب، وثق إن هو هيعينك، لأن هو يقدر أن يعين المجربين. والرب يبارك. أمين. شكرا جزيلا أخت نهال. ربنا يباركك.